هو ممكن يعمل يصور كل حاجه في الدنيا. طيب لا احنا عايزين نسقف جدا. واو. بص يا جماعه طبعا يعني اكيد انتوا لفت انتباهكم حاجه اسمها العجر. العجر ده اللي هو البطيخ الصغن صح كده؟ بالظبط. البطيخ اللي بيبقى عمره بس 3 ايام قبل ما يبقى فيه بذر وقبل ما يبقى له طعم عشان ما يلحقش يسكر. بيتجاب وبيتشوي في قلب الرمل. اوكي. هي الاكله دي اساسا اسمها اللصيمه. بتتعمل ازاي؟ عجينه عاديه خالص، ميه وملح ودقيق طبيعيه جدا، بتترمي بشكل مباشر على الارض. النار. وبعد ما بتتشال ما بيبقاش فيها تراب. ازاي؟ ايوه. في هنا تكنيك بقى، ان الفحم مش بيترمي عليه بشكل مباشر، الفحم ده بيبقى بعد ما الجمر بيتهرس خالص وبيبقى هب، بيبقى حاجه اسمها المله، بيبقى رماد، بيبقى حاجه اسمها المله. المجرد ما العجين بيلمس المله ديت مسامه بتتقفل، فخلاص ما بيطولوش حاجه، وبيتغطى بالمله وعليها الجمر يستوي، وبعدين يتقلب الناحيه الثانيه. وبعدين يتشال يتنفض كده زي ما بتقول. ايوه. يعني معلش يا هيثم، يعني انت لما العيش ده بيستوي ما بيبقاش فيه اي طعم فحم ولا رمل ولا اي حاجه خالص خالص، ويبقى صحي وما بيبقاش مضر على الصحه ولا اي حاجه عشان مسامه اتقفلت على طول. هايل. زي الفراخ كده، ما بتحطيها في قلب زيت وما بتشربش زيت عشان درجه الحراره عاليه دخلت العيش واحنا بنشمها في الفرن. ما هو عيش طبيعي جدا، عيش طازه جميل كل حاجه، بس اللي بيعلي اكتر هو الخليط بقى ما بين العجر دوت وما بين الطماطم. وفي ناس دلوقتي ابتدوا بيطعموا عشان العجر ملوش طعم قوي قوي. بيحطوا معاه بتنجان، فبتقلب شويه سلطه راهب، انت عارفه دي. أيوة أيوة. فبتقلب شويه السكه ديت مع البطاطا مع الطماطم مع البصل. تاخد الحته ديت فبيبقى طعمها عظيم جدا يعني. طب وايه تاني عندهم برضو في الفيديو احنا مش فاهمينه؟ بص دي اشهر اكله عندهم، ودي الاكله دي الخروجه بتاعتهم بتاع كل يوم خميس، يطلعوا على البر او الصحراء ويعملوا الاكله دي ويقعدوا ياكلوها بايديهم. عندهم الفته العرايشي. عندهم المندي. هو المندي اصله مش عرايش، ولكن هي عشان سينا طبيعه البلد، هي منطقه حدوديه. فبيجي لها من اكتر من دول، بتاخد من ثقافات. وطبعا البلح والزيت الزيتون ده اساسي عشان هي النخل اللي هناك والكلام ده كله. فلا هي كانت، والزعتر، البلح، العجوه، البيض بالعجوه هناك عبقري عبقري. بيعملوا هناك فتت حلبه، حاجه في البسيطه جدا بس طعمها ان هو حلبه. تشرحها لنا بسرعه كده يعني ايه؟ بتغلي حلبة. شويه حلبه وشويه عيش ناشفين، ومفروض فطاير عرايشي اللي هي بتبقى عامله زي شبه العيش بتاع الشاورما السوري. وبيبقى ناشف، وبتحطي العيش وعليه الحلبه. الحلبة ناشفة ولا لا؟ حلبة حلبة اغلي حلبة اكنك بتشربي حلبة، اكنك بتشربي حلبة وبتغلي كده. اول مره ادوقها في حياتي، وبسيطه جدا وحلوة عظيمه والله عظيمه. اكيد طبعا عندهم كمان قشطه بالعسل بقى، بس موجود بقى يعني الصبح عندهم، بس بقى فريش موجود بس مش سينا قوي يعني. انا دايما كل محافظه سينا معروفه بالمندي. انا بروح اصور اكتر الحاجات اللي مرتبطه اكتر بالبلد، فهم المندي عندهم ده خروجه، ده فسحه. زي ما احنا كده يوم الخميس بنروح ناكل برجر مش عارف ايه، لا هم بيروحوا يا اما يعملوا المندي ده 3 4 ساعات وفي قلب البرميل والكلام ده كله، يا اما يطلعوا على الريسه. الريسه دي منطقه عظيمه هناك ونخل قدام البحر، يقعدوا دي قعده الشباب بتاعتهم. الفطار هم بيفطروا فول وطعميه برضو عادي يعني طبيعيين جدا. ولكن هي دي الحاجات المشهوره قوي عندهم. هو ده الغرض، انا بظهر كل مكان ايه انت مشهور في ايه، صناعتك في ايه، زيت زيتون تعالى يلا نصور زيت زيتون. كنت عايز اصور في معصره زيت زيتون، ولكن هو ده ما كانش اوان الزيتون يعني، فما كانش فيه متاح ان انا اقدر اصور في معصره. يا ريت يلا. طيب عشان احنا معانا فيديو لدمياط، احنا عرفنا ان انت كمان رحت دمياط، وعايزين نعرف بقى ايه اشهر الاكلات المعروفه بيها محافظه دمياط. يلا بينا. طيب يلا بينا نروح دمياط ونرجع نكمل معاكم كلام. ايه بابوري انا تعبت وانت بتقول انت راجع لي شكل البطه غريبه. ايه ده؟ والله يعني ولا الجبن؟ ايه ده؟ جبنه الرومي دي انا عيني فيها. بص فضيحه يا جماعه، موضوع فظيع. لا يا جماعه شفتوا البطه محمره ازاي؟ معموله ازاي؟ ودي وجنبها بقى يعني ايه جوز حمام كده حلوين. اتفرجوا بقى يا سيدي الرقاق يا جماله الرقاق. لا لا القرمشه اصلا بتاعته. لا لا كان معمول العظيم. هو هناك ما بيتعملش زي اللي عندنا لحم مفروم، لا بيتعمل بكبد وقوانص، اسمه رقاق امامه. والبط بالمرتة. دول الاثنين دول مشتركين مع بورسعيد ليه؟ عشان الاثنين دمياط وبورسعيد مدن قناه، فالاثنين فيهم نفس الثقافه. البط بالمرتة ده عظيم، بيبقى بالبصل والفلفل الاسود والكمون والزبيب. بالمرتة مش المرتة بتاعت السمن. لا مرتة اسمها مرتة. انت هيلسي، انت ما بتاكليش. لا انت هيلسي. امان هي مش اكيله. باينه ان هي هيلسي اللي هو ايه ده؟ انا بقول رحمه ايه بط ده؟ لا انا مش اكيله بس ذواقه. بقينا اصحاب خلاص. بحب الاكله حلوه. عايزه انا والله زعلانه جدا. الوقت بيجري يجري يجري يجري. ده حقيقي. انا عايز اسالك سؤالين، انت حاول ترد سؤالين. احنا دلوقتي هنبقى بنسالك سؤالين، كل حد فينا سؤالين. اتفضلي. طب قول لي انت سافرت كم مكان في القاهره؟ ماشي. وازاي
في مصر قصدي. انا اسف يا جماعه والله انا اسف، انا جعانه وخلاص فقدت اعصابي. وازاي الاهالي لما تروح مثلا لمحافظه بيتقبلوا بقى ان انت تصورهم، وازاي تتعامل معاهم وتكلمهم في التليفون؟ التظبيطات عايزين نعرف. حوالي 10، حوالي 10 او اقل حاجه بسيطه يعني، ممكن نقعد نعدهم بقى سوا. ازاي الناس بتتقبل؟ عادي اللي هو انا هصور. طب ماشي يعني، ما بيقابلنيش مشكله كبيره قوي في التصوير بالخاص عشان كمان انا بصور بموبايل، فاللي هو ايه طب عادي ده واحد بيصور عادي، ما بيقابلنيش مشاكل كتيره قوي في المحافظات تحديدا. على فكره يا جماعه كل اللي شفتوه ده هيثم مصوره بموبايل بس. ده حقيقي، برافو عليك والله. ما يريك شويه. اسالك سؤال سريع برضو كده، هو سؤالين يا بنت، سؤالين، يلا بسرعه. هو انت بتسافر قبل ما تعرف الاكله اللي في المحافظه ولا بتسافر للاكله؟ لا انا بسافر للاكله بعد تحضير شهرين مثلا. يعني انت بتبقى عارف انت هتروح تصور الاكله دي في المحافظه دي؟ طبعا لازم، ما تبقاش رايح هتكتشف. لا 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 خالص خالص، بعد احضر الحلقه بتاخد مني مثلا 3 شهور شغل، شهرين او شهر ونص تحضير في القاهره هنا، ما بين تاريخها ايه وطبيعه البلد وتاريخ الاكله نفسها واصلها فعلا منين ورايحه منين. زي ما احنا قلنا البط مشترك ما بين بورسعيد ومشترك ما بين دمياط عشان هما الاثنين مدن القناه، فبتدرس حاجات كتيره جدا. وبسافر اصور مثلا في 5 ايام او اسبوع، وبرجع امنتج مثلا في 15 يوم، وبعد يوم بقى التسويق للحلقه شهر بعديها. يعني هو من كرو اه بالظبط، كله شغال لوحدك، بتعمل كل حاجه لوحدك، لكن الموضوع مش بتطلع وخلاص. لا انت الموضوع مبني على معلومات ومبني على نوبه يعني. لا جدع والله شاطر جدا بجد، برافو عليك والله. شاطر. ولو عملت برنامج طبخ على فكره هتنجح جدا، هتبقى يعني بجد هتبقى يعني حاجه محترمه كده. هتاكلنا معاك طبعا. اكيد ده طبيعي، احنا هنيجي معاك مالناش دعوه. طب بالنسبه لك شايف ايه اكتر اكله معلمه معاك بالنسبه لنا كمصريين وكمان ليها تاريخ بالنسبه لنا؟ طيب خليني اقول لك حاجه صدمه، احنا مش عارفين اكلاتنا هنا ايه عشان يبقى في عندنا اكله ليها تاريخ. بس اول ما تيجي تقول لنا حاجه كشري، الفول، الملوخيه والكلام ده كله، مؤخرا بقى في ناس تقول المكرونه بشاميل يعني او حاجه زي كده. ولكن احنا انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرفنا كلنا كمصريين، نعرف كلنا كل اكلاتنا. وده يظهر قوي، والمطاعم بتاعت الناس دي بتبتدي تنتشر قوي قوي، زي ما في مطاعم دلوقتي نوبيه بتبقى هنا في القاهره قوي الكلام ده كله، علشان بعد كده نبتدي احنا نختار نقول دي اكتر حاجه هويانا او اكتر حاجه او بس كذا. في حاجه مصريه بحته فرعونيه من قديم الازل، الفسيخ وما ادراك. الفسيخ. رحت نابورو بقى طبعا. احكي لي، احنا هنشوف مع بعض. بقى له 80 سنه وتاريخ، وبعدين قلت ليه ما اعملش مقارنه ما بين اللي احنا نعرفه وما بين الاصل. لقيت الشتان، كانت الحلقه فيها مقارنه، لقيت الشتان ما بين واحد تاريخ دلوقتي مثلا بقى له 80 90 سنه ويبيع حاجه وحشه جدا حرفيا، وما بين او مش وحشه يعني بس يعني. وما بين الناس الثانيه اللي بتملح فسيخ صح، مش بتعفنه، الناس اللي ما بتعملش في صناديق في 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 بلاستيك، بيعملوها خشب. في خشب عشان الخشب ما بيتفاعلش، البلاستيك بيتفاعل. عارفين الصنعه شكلها عامل ازاي، البلد كلها شغاله، ما فيش حد عاطل في البلد. ويمكن دي من الحاجات الظاهره الاجتماعيه اللي بشوفها. دمياط مثلا، دمياط ما فيهاش عاطل واحد. ليه؟ سواء الناس شغاله في الخشب، سواء شغالين في عزبه البرج مينا، سواء شغالين في المشبك والفطير وفي الحاجات بتاعتهم. فلا في حاجه عظيمه زي كده بتحصل يعني. فالفسيخ كان اول مره ادوق فسيخ في حياتي كان قدام الكاميرا بالمناسبه. انا مش ريحه سمكه نظيفه جدا يعني، انا عظيمه. اقدم على خطوه ان انا اكل فسيخ اروح نابورو؟ انت لا، ممكن يجيني كتير. هو انا يجيني من نابورو يعني، لازم اقدرهم كل شويه. انا مش من شرم يا جماعه عشان بيتعاملوا معايا ان انا. بصي اقول لك حاجه، فانا مش متقبله ان انا بحب السمك قوي، مش متقبله ان انا اكل سمكه يا عيني. مش يا عيني، طلع عينها، طلع يعني وتملحت وفدت كتير يا عيني. ما هي عينها بتطلع بتعمل لها اي شادو يعني، بتبقى عينها مش بتطلع حاجه وحشه يعني، عينها بتطلع بنعملها شيك. لا لا احنا عايزين ناخدهم معانا هما الاثنين، فايتكم سوا بيكوا كتير. رد فعل انا رحمه وهي بتاكل حلو هتحبيه. لا لا هتدعي لي فعلا من مكان حلو. انا هعمل الخطوه دي معاكم، يلا بينا اتفقنا. هيثم احنا اتبسطنا جدا ونفسنا اتفتحت جدا جدا جدا، ويشرفنا ان انت تنورنا في حلقه ثانيه نتكلم بقى عن بقيه الاكلات في المحافظات الثانيه. يلا بينا جدا، يلا بينا. نورتنا يا هيثم، منورين بيكم. شكرا يا هيثم جدا بجد، وربنا يوفقك وان شاء الله تحقق كل احلامك، ولينا لقاء تاني اكيد قريب كمان. اكيد يلا بينا. البرنامج بتاعك بقى يعني ان شاء الله، لما عندك برنامج في القناه لازم تستضيفنا بقى ونقول لك. نجرب معاك بقى، يلا بينا. مش مشكله، يلا بينا. عظيم جدا والله، شكرا جدا يا مراد. ميرسي يا رحمه، ميرسي يا بيبي، ميرسي يا رحمه. احنا كده حلقتنا خلصت من الان بوكس، وجوعنا جدا، وهنخلص الحلقه ونروح ناكل. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. باي باي. باي.